إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هكذا في الحديث على ما أتذكر. لذلك حقيقة هذا نقول بين قوسين، واحد أي عمل يريد أن يعمله يجب أن يتوقف لحظة، لماذا أعمل هذا العمل؟ واقعا لله، هل يهمني اطلاع الآخرين على هذا العمل أو لا يهمني؟ عندما أحسن إلى شخص، عندما أقضي حاجة الشخص، هل يهمني أن يمدحني، أن يتشكر مني أو لا؟ مو مهم عندي. حتى إذا ما تشكر، جاءني طالب حاجة، طلب مني عمل، قضيت له ذلك العمل وما قال لي كلمة شكر واحدة، مرة ثانية إذا جاء وطلب مني هذا العمل وأدي له ذلك العمل أو ما أدي؟ أقول هذا ما تشكر مني، هذا لم يقدر، أصادقه ليصادقني، أذهب إليه لكي يأتي إلي، أكرمه ليكرمني، هكذا أو لا؟ تشكر أو ما تشكر، جاء أو لم يجي، مدح أو لم يمدح، أنا هدفي مرضاة الله وحسابي مع الله.